السلام عليكم. اليوم عندنا خبر مفرح ويعني مشجع كثير، هو أن الصادرات الجزائرية في الميدان الفلاحي وصلت في الـ10 أشهر الأولى من سنة 2020 وصلت إلى 1 مليار دولار، وهذا يعني لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة نحصلوا على هذا المبلغ الهام نتاع 1 مليار دولار في التصدير نحو الخارج، غير في المواد الفلاحية، وفي 10 أشهر من سنة 2020. المنتوجات الفلاحية هذه تخص بالأساس التمور والبطاطا والطماطم، وكذلك كمية من الفواكه مختلفة نحو دول أوروبا. وهذا شيء مشجع، وخاصة ونحن نعلم أنه في الأعوام الماضية، السنة الماضية ولا السنتين الماضيتين 2019 و2018، كانت أوروبا رفضت الصادرات نتاع الجزائر من المواد الفلاحية، رفضتها بسبب عدم تطابق هذه المنتجات الفلاحية مع القوانين الصارمة في أوروبا. إذا بعد ما تمت مطابقة للقوانين الدولية فيما يخص استعمال مواد كيميائية، تحسنت الصادرات نحو الخارج، وهذا من جهة. من جهة أخرى كذلك فيما يخص الإنتاج الفلاحي، إحنا في الجزائر أصبحت كل المنتوجات الجزائرية من نوع بيو، إذن الإنتاج بتاعنا عنده لو لابيل بيولوجيك، يعني من إنتاج خالص لا يوجد فيه مواد كيميائية، وهذا يلقى رواج كبير في أوروبا، لأن الاتجاهات الآن في الاستهلاكية في أوروبا الناس عاد تتجه نحو لي برودوي بيو، وهذا عامل جيد بالنسبة لنا يعني في الجزائر. ومن جهة أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يعني هنا عندنا خبر آخر عنده علاقة بالموضوع التصدير، هو أنه المصدرين الآن أصبح عندهم إمكانية باش يتحصلوا على الأموال نتاعهم تاع نتيجة التصدير كلية وبصفة مباشرة من البنوك، بدون اللجوء إلى ما كان يسمى من قبل، كان قانون تاع لا دوميسيلياسيون تاع التوطين تاع الأموال في البنوك. وكانت هذيك القانون تاع لا دوميسيلياسيون كان يطلب تعقيدات بيروقراطية كبيرة، وبفضل يعني الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة الآن أصبحت يعني عملية التصدير لا تخضع إلى تعقيدات البيروقراطية اللي كانت موجودة من قبل. هذه من جهة يعني ولات سهولة في يعني في التريتمون تاع لي دوسي تاع ليكسبورتاسيون، إذن عاد المصدر ما يلقاش الصعوبات كبيرة باش للولوج إلى الأسواق الخارجية. وكذلك فيما يخص المستحقات نتاعو، بعد ما يحصل على المستحقات المالية نتاعو يقدر يتسلمها كلية من البنوك الجزائرية
مباشرة بدون لا دوميسيلياسيون، وهذا أمر يزيد يحفز القطاع نتاع التصدير في كل مجالات، ماشي غير في المجال الفلاحي. والآن نخليكم تشوفوا الفيديو اللي طبق الموضوع نتاع الصادرات، والسلام عليكم.